تصريح كاين تصريح تاع خالد النزار في قناة النهار. واش قال؟ مشيت للرئيس الجمهورية والبرية في جيبي. قالها ولا ما قالهاش استاذ هارون؟ ما سمعتش هذه بهذا التفسير. لا 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 كاين. اقصد الاستقالة شيء انه يقرر الاستقالة، لكن الاخراج تاعها والطريقة تاعها تقول انه ارغم او الناس اتخذت قرار في مكانه. شوف هي انا فاهم واش حبيت تقول. الناس تقول باللي الشادلي هو الجيش اللي لزمه باش ينتقب باش يستقل، رغبوا عليه لزموه باش يستقل. انا نقول لك بكل صراحه الشاد اللي يستقل هو اللي قبل استقالته. يزمو بنادم يخمم شويه، يقولوا باللي كان كوديتا، يعني دار كوديتا ولا عنف ولا كي دير كوديتا. هو بومدينو كي زول بن بلا واش دار له؟ داروه في السجن. لا سجنه.